هذه النسبة اللي انتقل إلى جوار ربه بسبب النسبة ذي. ثانيا بعيد على السوق وبعيد على كل شيء، يعني جات كان عليه هو التهميش والفوضى وكل شيء، جات كان على رأسه هو 140 متر ومسكين باش يستقات بهم باش يدخل سكريه وميه وما ياكل وكل شيء. تجي سلع وين ترتيب ذايقوها له في 4 أيام. الراجل التيقر عمل كوردة في روحه. نعرفوه من اللي هو صغير، محمد أمين ولد الحومة، فهمت؟ ماهوش معناها براني على المنطقة ولا حاجة، فهمت؟ والله كل واحد باش عاونه، معناها اللي بطاولة اللي بصنادق بضو بالكلمة حتى الطيبة، فهمت؟ حتى ما هكا باش يرشرش سلعته ولا حاجة، كنا معناها وقفنا معاه وعاونيه، ما عندناش معاه حتى مشكلة. محمد الله يرحمه. فما قرار معناتها نتاع إزالة تاع محلات مبنية في الشارع، وفيها قرار إزالة، قرار هدم، عنده 3 سنين، وفما وثائق موجودة وهبطناهم على الفيسبوك، ما تنفذتش. علاش؟ على خاطر هو قريبه مستشار في البلدي، مستشار بلدي، فهمت؟ تجي أنت توا طفل عنده 10 أيام عمل نصبة، من بعد 10 أيام تعمل المحضر الأول والمحضر الثاني وتحط له قرار إزالة ويتنفذ في 24 ساعة، علاش؟ أنت كي باش تطبق القانون تطبق على الناس الكل. نهار الجمعة يعاودوا يهزوا له البسكولة. النهار الأربعاء اللي مشى فيه الأولاني باش يرجعوا له البسكولة، راهو كي دخل العبارة قايم بجريمة كبيرة. كي دخل عملوا له المينوت كبالات في المركز. ما نعرفش علاش، هذيك عبارة إهانة، تحرق تحمص. زيد يرجع يلقى روحه ما عندوش باش يخدم، ثالث بسكولة يتسلف. ثالثة. معناها أنت ديجا إنسان تسلف من عنده حاجة ينجم يطلبك أعطيني متاعي. هذه برك تركب لك ستريس أبار اللي عملوه هما. ثالث يوم خرج نهار السبت حب باش يخدم على أساس مشى له يحب ياخذ بسكولة وحب. في النصبة غاديك هو مازال واقف، جا وصارت شوية مناوشات، ومن بعد مشى لقى مسكرين، ما فماش لا عوين تخدم بكهرباء، أما المقر مسكر. باهي مشى مرتين ثلاثة سي فد، كلموا أبوه قال له ما تعمل شيء عش ولدي، هو حملها في روحه وهز روحه ومشى للدار وشنق روحه. شبه بطال مهمش، إيش لازم ولد خويا يمشي يشنق روحه؟ عليه؟ متفرهد متحوس بكراهبة بدنيته بخدمتنا مترسم، وفروا له حاجة حتى حب يوفر مورد رزق للراحة، ما خلوه ليش؟ ما خلوه ليش؟ تحبوهم دقلوهم شباب هذا؟ سيبوهم خليه يهجوا. لأن ولد خويا يجي في جرتي مرتين، يا عمي نحب نحرق، نحب نحرق، قلت له لا حرقتك في تونس. أنا ما حرقش المرة، حرقت في تونس، وكونت روحي في تونس، أنت لازمك تعمل كيفي. بالنسبة للبلاغ نتاع وزارة الداخلية اللي هبطته، هو وجع مدينة مورنيق الكل. ما وجعش لمحمد أمين ولا عائلته. البلاغ هذاك وجع أي إنسان تعاطف مع قضية محمد أمين. لو وزارة الداخلية ما هبطتوش من أصل، يمكن كان خير. البلاغ نتاع وزارة الداخلية ذاك هو اللي خلى الشباب هذوكم خرجوا نهارت، واللي بحكم العقلاء لهنا وما خليناهمش ما حرقوا جاب ربي، عبروا على غضبهم من البلاغ نتاع وزارة الداخلية. يسمعوا النداء نتاع شباب مرناق، ماذا بهم يسيبوهم؟ راهو ديجا عندهم ماليهم محروقين. أنا قلت لك لا خرجوا يسرقوا ولا خرجوا باش يخطفوا، بالعكس وكنا لهنا هما ولاد حومة، فهمت شنيا؟ حسوا بالظلم والقهر، حتى رواحهم في بقعة محمد أمين على ذيك خرجوا، معناها حاجة فولونتير ماهوش لا جيت لا كما نقولوا لا منظمة لا شيء، حس بالظلم خرج ديريكت، فهمت؟ ونحب القانون يتطبق وما يفلت حد من العقاب. كل من كانت ليه سيلة باللي صار لمحمد أمين نحبوه يتحاسب، ما نتهم حد. فما عباد يقول لك رئيس بلدية رئيس، ما أنا مانيش محقق، الدولة هي اللي تحقق والدولة هي تجيب شكون، لكن اللي ظاهرين هو فما واحد هو اللي هو عون، هذاك يلزم يطبق عليه القانون، الاخرين يجيبهم التحقيق واللي غالط يخلص.
ترجمة.